شهد استخدام اللغة العربية مشاهدين تراجعا في بعض الأوساط خلال السنوات الأخيرة، لكن هناك من حمل على عاتقه مهمة الارتقاء بها وتعريف العامة وجمهور السوشيال ميديا بالقواعد السليمة الخاصة بها. من بين هؤلاء مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة التي أطلقت مبادرة بالعربي. تهدف المبادرة لدعم اللغة العربية وتعزيز مكانتها بين لغات العالم والحث على استخدامها للتواصل في قنوات الإعلام الاجتماعي والمحافظة عليها. وخلال هذه الفقرة نسلط الضوء على أهمية اللغة العربية وكيفية الارتقاء بها مع ضيفنا الدكتور عيسى الحمادي، مدير المركز التربوي للغة العربية الإماراتي. صباح الخير، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا دكتور عيسى، أسعد الله صباحك. أهلا وسهلا. بداية، هو مبادرة بالعربي طبعا هي من عام 2013، ما هي المبادرة تحديدا؟ لأنه أنا فهمتها أنها مجموعة ربما من المبادرات بتنضوي تحت مبادرة بالعربي، لو تعطينا تفاصيل أكثر دكتور عيسى. نعم، هي مبادرة ضمن مبادرات مؤسسة الشيخ محمد بن راشد المعرفة. ظهرت مبادرة باسم مبادرة بالعربي، وهذه المبادرة تهدف إلى حث أبنائنا الطلبة للتحدث باللغة العربية وبشكل صحيح، بالرجوع إلى واقع اللغة العربية. ولذلك من هنا تأتي أهمية هذه المبادرة، وهي تقدم برنامجا خاصا في إذاعة دبي حول تعليم اللغة العربية. هي مبادرة تتضمن حزمة من البرامج، كل هذه البرامج تم إعدادها من خلال ذوي الاختصاص لتعليم اللغة العربية لدى الطلبة والمجتمع، وتستهدف جميع فئات المجتمع. في الحقيقة مبادرة بالعربي حققت صيتا كبيرا خلال السنوات الماضية، ويعني تفاعل معها أكثر من مليار متفاعل على مستوى الوطن العربي وعلى مستوى العالم. لذلك الذي يحمل على عاتقه اللغة العربية دائما هو صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، من خلال مبادرته الكريمة التي تستهدف تعليم اللغة العربية والحفاظ عليها. نعم دكتور عيسى، يعني اليوم نحن مع كل العولمة اللي عم نشهدها، ومع يمكن الشباب دايما اليوم عبر السوشيال ميديا عم يبعدوا شوي عن اللغة العربية وعم يستعملوا أكثر يمكن اللغة العربية بالأحرف اللاتينية أو الأحرف الأجنبية. نظرتك اليوم للغة العربية يلي هي يمكن عم بيقل انتشارها بين الشباب، نظرتك من حيث الاستخدام لهاللغة. هذه اللغة التي انتشرت، وهي اللغة التي تسمى بين قوسين الفرانكو أرب، أو البعض يسميها العربيزية أو تسمى الإنجليزية المعربة. هذه اللغة الدخيلة التي يعني تدمج ما بين الحروف المستخدمة في اللغة العربية والحروف اللاتينية، فتشكلت لدينا لغة دخيلة يتداولها الشباب أو بعض فئات المجتمع من خلال أدوات التواصل الاجتماعي. بدأت هذه اللغة الدخيلة، وهي اللغة الفرانكو عرب، مع بدايات ظهور الهاتف المتحرك، وخاصة مع تطور أدوات التواصل الاجتماعي، إلى أن أصبحت بمتناول أيدي أبنائنا الطلبة. لذلك هذه أثرت كثيرا على مهارة الكتابة لدى أبنائنا الطلبة أو الشباب خاصة، باعتبار أن مهارة الكتابة هي إحدى مهارات اللغة العربية. وكما نعلم أن أي لغة في العالم تتكون من 4 مهارات: القراءة والكتابة والاستماع والتحدث. فتأتي الكتابة من أهم هذه المهارات، ولذلك هي الأداة التواصلية من خلال أدوات التواصل الاجتماعي مع فئات المجتمع. ولذلك لابد أن تكون هناك إجراءات تحد من هذه الظاهرة، لأن هذا في الحقيقة تحدي كبير بالنسبة للغة العربية. هناك في الحقيقة يعني لو رجعنا إلى الواقع، هذا هو الواقع خاصة لدى الشباب. ولا ننسى أن علماء الاجتماع دائما يربطون بقاء الأمة ببقاء اللغة، فإذا صحيح.
ذهبت اللغة أو ضعفت اللغة ضعفت الأمة. ولا ننسى أن اللغة العربية هي عنصر أساسي وعنصر وجزء لا يتجزأ من العناصر الهوية العربية، ولذلك أي تأثير للغة العربية هو تأثير في الحقيقة على الهوية، عفوا أي تأثير للغة العربية هو تأثير على الهوية العربية أيضا. صحيح. ولذلك ولذلك لابد أن ينظر في الاعتبار لهذه المسألة، والحرص على التواصل مع ذوي الاختصاص والخبراء لإعداد إطار واضح لهذه التحديات التي تواجه اللغة العربية. ولا ننسى أن هناك بعض المدارس الأجنبية أيضا تعتمد اللغة الأجنبية في تدريسها حتى في عالمنا العربي، وكذلك كثرة الألعاب الإلكترونية باللغة الأجنبية أثرت على الكثير من أطفالنا، كذلك انتشار لوحة المفاتيح باللغة اللاتينية أو باللغة الأجنبية وإهمال هذه اللوحات للغة العربية أثر كثيرا على استخدام أو تطور هذه اللغة إلى أصبحت في صورتها الحالية أو ما يسمى باللغة طيب دكتور، الفرانكو عرب. دكتور عيسى، يعني نريد تفاصيل أكثر عن هذه المبادرة. يعني حضرتك في بداية حديثك قلت بأنه في إذاعة، يعني إذاعة من إذاعات دبي بتنشر هذه المبادرة، ربما ساعة، أنا أعلم أنه ساعة بيتم الحديث عن هذه المبادرة. إيه اللي بيتم في هذه الساعة تحديدا يا دكتور عيسى؟ إيه اللي بتخاطبوا بيه الناس، بتقولوا لهم إيه في الساعة ديت؟ وتفاعل الناس من خلال المليار اللي حضرتك ذكرتهم أيضا مع هاشتاج بالعربي، كان رد فعلهم إيه؟ في الحقيقة نحن نجدد الشكر والتقدير لهذه المؤسسة الرائدة وجميع العاملين فيها، وهي مؤسسة الشيخ محمد بن راشد للمعرفة، على جميع مبادراتهم ومن ضمنها مبادرة بالعربي. بالنسبة لهذه المبادرة، نحن في الحقيقة هنا في دولة الإمارات، ودولة الإمارات أعلنت عن استراتيجيتها ورؤيتها لعام 2021 بأن تكون مقر امتياز للغة العربية، ولذلك تأتي هذه المبادرة ضمن هذه الجهود وهذا الهدف وتحقيقا لهذه الرؤية. في إطار الحديث عن هذه المبادرة، نحن نوجه خاصة فئة الوالدين، لأن هذا البرنامج في إذاعة نور دبي سيقدم في الإذاعة، ولذلك نوجه أو ندعو السادة أولياء الأمور والوالدين بالحرص على هذا البرنامج ومشاركة أبنائهم للجلوس معهم ومتابعة مثل هذه البرامج الهادفة لتعزيز والحث على التحدث باللغة العربية وبشكل صحيح وممارستها، سواء كانت في مجال القراءة أو في مجال الكتابة. وأيضا لابد من الوالدين أن يقوموا بتقديم محفزات لأبنائهم لمتابعة مثل هذه البرامج، وكذلك لابد من الوالدين أن يحاوروا أبنائهم فيما تعلموه اليوم من خلال هذا البرنامج. نحن نتحدث عن هذا البرنامج، ولكن الذي الأهم من ذلك هو الهدف من هذا البرنامج، وهو الحث على تعلم اللغة العربية بشكل صحيح، وأيضا التشجيع والنهوض باللغة العربية في إطار أو في إطار التحديات التي تواجه اللغة العربية. نعم. في هذا الوقت الحالي. نعم دكتور عيسى، يعني بختام اللقاء هذه المبادرة. تفضل دكتور عيسى، بختام اللقاء شو بتحب يمكن نصيحة هيك سريعة شاملة لكل شباب العالم العربي اليوم، شو لازم يعملوا لا يمكن يرجعوا اللغة العربية بما كانت عليه؟ يعني نحن أكيد بنفتخر كمان أنه نحن بنتكلم العربي، ولكن مع كل يمكن الأمور يلي عم بتصير حوالينا من العولمة ومن الأمور يلي تكلمنا عنها، نصيحة سريعة لو سمحت. طيب، هو في الحقيقة قدمنا بعض النصائح لفئة الشباب. صحيح. لكن لا نريد فقط أن نحصر هذه النصائح للشباب، وإنما للمجتمع وجميع فئات المجتمع، لأن اللغة العربية مسؤولية الجميع وجميع المؤسسات، وليست فقط مؤسسات المعنية بتعليم اللغة العربية. من ضمن هذه أو إجراءات العلاج في هذه التحديات التي تحيط باللغة العربية، لابد من الاهتمام بتطوير تعليم اللغة العربية. أهم من هذا وذاك هو الاهتمام بتطوير تعليم اللغة العربية، والاعتماد على معايير تلبي احتياجات المتغيرات الجديدة سواء التقنية أو التكنولوجية. بالإضافة إلى ذلك، لابد أن يكون لوسائل الإعلام
دور في إعداد برامج مماثلة لهذا البرنامج. كذلك الوالدين لابد أن يكون لهم دور في توجيه أبنائهم لحب اللغة العربية ولتشجيعهم وتحفيزهم. كذلك لابد من سند قوانين وتشريعات تخص ترتبط بحماية اللغة العربية. كذلك قانون اللغة العربية، لابد أن يكون هناك قانون للغة العربية. عندنا نموذج القانون الفرنسي وقانون اللغة الصينية. لماذا تطورت ألمانيا حتى واليابان؟ لماذا هي متطورة مع أنها متمسكة جدا بلغتها؟ صحيح. يعني دكتور عيسى أكيد الفكرة وصلت من حضرتك. وهذا القانون يطبق من خلال المؤسسات. نعتذر لضيق الوقت، شكرا لوجودك معنا وشكرا للمبادرة. ويعني إن شاء الله دايما المبادرات اللي هي يمكن تطفي بعض أو بتطفي حسنا على كل الأمور العربية وخاصة باللغة العربية، نحن متشكركم عليها وخاصة دولة الإمارات العربية المتحدة. شكرا لك ضيفنا الدكتور عيسى الحمادي، مدير المركز التربوي للغة العربية الإماراتي.